مشاهدينا ورجعنا لكم وهنبتدي فقرات طعم البيوت معاكم. وطبعا النهارده هو يوم مميز 19 مارس يوم استرداد طابا. الحقيقه طبعا هي ذكرى مهمه جدا، رفع العلم المصري على اراضي طابا. والنهارده بقى كده هنخش عن قرب نتعرف على المراه المصريه السيناويه، عن عاداتها وتقاليدها وعن المشغولات اليدويه التراثيه المميزه جدا. وهنتكلم كمان عن تنميه المراه في سيناء، وده طبعا اللي هنعرفه من خلال مداخلة تليفونية هتكون معانا، وهيكون معانا آلي وهنتكلم معاها عن المرأة وتنميتها في سيناء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة دينا، وأهلا ببرنامجك الجميل طعم البيوت. طبعا يعني برضو نعرف تايتل حضرتك، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع شمال سيناء. فرع شمال سيناء منورانا. ويمكن بقى فرصة كده ان احنا نتعرف يعني منك على المرأة في سيناء وتنمية المرأة في سيناء، من مشروعات صغيرة، من دور المرأة في تنميتها في كافة المجالات. الحقيقة واضح جدا طبعا على مستوى الجمهورية، مش على مستوى شمال سيناء بس، الاهتمام بالمرأة ولما لدى القيادة السياسية من إحساس ومشاعر بأن المرأة ليها تأثير جامد جدا على المجتمع في جميع المجالات. صحيح. من خلال المشروع الأسرة المصرية بيبدأ الاهتمام بدور المرأة، بيشتغل المجلس القومي للمرأة على عدة محاور لتنمية المرأة المصرية بصفة عامة، محور التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي والتمكين الاجتماعي، وأيضا في محور اسمه من خلال كاتب الشكاوي بتاعة المرأة بكل الفروع في الجمهورية. المرأة السيناوية بصفة خاصة مرأة منتجة، يعني عندها عادة الإنتاج أو مهارة الإنتاج في بيتها، سواء في المنتجات الصغيرة أو في المنتجات بتاعة التراث السيناوي وأيضا المأكولات. المجلس القومي للمرأة بيساعد السيدات على ثقل أو يعني تنمية المهارات دي بطريقة أكثر، المنتج قابل للتسويق، وبيساعد كمان المرأة المنتجة إن هي تسوق هذه المنتجات. جميل. والحقيقة المجلس القومي للمرأة أيضا حريص على إن يساعد المرأة المعيلة والمرأة اللي عليها عندها الولاية لأولادها إن هي يكون ليها دخل شهري تستطيع إن هي ترفع مستوى أسرتها ومستوى أبنائها. ومن خلال برضو التمكين الاجتماعي، المجلس بيقوم بعمل توعية مجتمعية للسيدات لنفس العادات السلبية، العادات السلبية اللي بتؤدي إلى أن المجتمع يكون مجتمع ضعيف، زي زواج القاصرتان والحرمان من التعليم والحرمان من العمل. بيقوم المجلس القومي للمرأة بنبذ هذه العادات السلبية وتوعية المرأة أن هي أيضا تستطيع أن هي تنبذ هذه داخل أسرتها وداخل المجتمع. إحنا طبعا دلوقتي في شمال سيناء الوضع أكثر أمان وأكثر استقرار، السيدات بتخرج للعمل بكل أمان، وعندنا جامعات في شمال سيناء، جامعة العريش وجامعة سيناء الخاصة. البنات بيتعلموا تعليم عالي في كل كليات، سواء كليات العملية أو كليات القمة، والسيدات الأخريات اللي هم المعالات بينتجوا، لكن هم بقى بيبقوا محتاجين ان هم يسوقوا الدعم والتسويق، وكمان بيتهيألي كمان مشاركتهم في المعارض المقيمه اكيد بيفرق جدا في طبعاً التسويق عندهم. صح. المنتج السيناوي ده منتج مش على مستوى الجمهوريه بس، لكن عالمي. اصبح منتج دولي. صحيح. الموتيفيا السيناويه اصبح ليها شهره، وبقى توب السيناوي بس بقوا بيعملوا حاجات الحقيقه للعصر، زي الشال والسكارف والكاردن والبوك بتاع المحمول، كل الحاجات دي بقت لانها بقت بتواكب العصر اللي احنا موجودين فيه. جميل. طب لو هنتكلم عن المشروعات القوميه ودورها في تنميه الاسره بقى بشكل عام في سيناء، مدى مردودها عليهم؟ الحقيقه المشروعات عندنا احنا بالشراكه مع جهات أخرى زي جهاز المشروعات الصغيرة والتضامن الاجتماعي، بنحاول نساعد السيدات والأسرة إن هي تعمل مشروعات صغيرة خاصة بيها تنتج من داخل تنمية الأسرة المصرية. جميل. وبنحاول نعرف السيدة إيه الخدمات
والمشروعات القومية للدولة بتقدمها سواء في مجال الصحة أو التعليم أو مجال التوعية. يعني في خدمات الصحة كتيرة جدا الدولة بتقدمها في مجال الصحة زي الكشف المبكر عن الأورام. جميل. والكبد الوبائي والكشف المبكر عن أطفال حديث الولادة، كل الحاجات الدولة بنحاول نوصلها للسيدات ونوصل السيدات فيها ونوفرها ليهم، صح، اللي هي تقدر تقدر تستفيد بيها بقدر الامكان، لان في بعض القرى بتبقى السيدات ما عندهاش معرفه بالمشروعات القوميه اللي الدوله بتقدمها، فاحنا بنحاول نوصلها ليها سواء في المجال الاقتصادي الاخراج وفي مساعدتهم في استمراريه المشروع واستمراريه نجاحه وتسويقه. بالظبط، صحيح، بالظبط. فما بنحاول نوصل السيده اللي ده بتبدا هي تستثمر المشروعات القوميه الدوله عاملاها ليها مخصوص، وتبدا تستثمرها في تمكين سواء التمكين الصحي او التمكين الاقتصادي او ازاي تقدر تستخدم الحاجات دي بعد كده. يعني بالنسبه للاورام والخشب عن الامراض، انا بشكر حضرتك جدا استاذه احسان، حضرتك نورتينا في طعم البيوت، شكرا جدا لحضرتك، وشكرا على يعني انك خدتينا كده عن قرب عن المراه في سينا وكلمتينا عليها، شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده هنروح دلوقتي لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا فقره المشغولات السينويه التراثيه، وهنتكلم بقى عن قرب بكل تفاصيلها وقد ايه هي حاجات الحقيقه جودتها جميله جدا ومميزه جدا وكلها اعمال يدويه. نروح لفاصل ونلتقي بعد الفاصل.